الحضور ديالكم. اولا انا اسم ديالي هدى الزوين، مشاشره ونائبه ثالثه للرئيس لجامعه المشروع الصينيه. كنت لقيت ضغط كبير من الرئيس باش نعطي التعويض المالي. التعويض المالي قدره 500 درهم لاحد المستشارين لمده سنه. المهم وكنت كنت خدامه عند واحد المحامي، وبظروف العمل ديالي ما بين العمل والاجتماعات ما قدرتش نوفق بيناتهم. اضطريت انني نخرج من عند المحامي وجلست في الدار. واحد جوج مرات هو تيجي عندي الرئيس حتى للدار باش نخدم عنده، لان عندي سنه ثانيه الادب الانجليزي وخدمت عنده. فاش خدمت عنده المهم جا البرنامج العمل شهر السينيا. جا الاجتماع ديالنا كان في 8 جانفي 2016 مع الساعة 3 ديال العشية. المهم مشينا حضرنا الاجتماع، كنت فاجأة تلقى البرنامج العمل يعني ما فيش المنافع كاع السكينة، يعني في شي حوايج ما متفقاش عليهم. انا عرضت المشروع في اليوم الموالي، تلقى راسي مطروده من العمل. المساعد ديالو تيقول لي متعاودش، قال لك الرئيس متعاودش تبقى تجي عنده الخدمه. صافي مشيت استشرت مع الناس اللي كيفهموا في القانون، قالوا لي انك تمشي عند مفتي الشهر. مشيت لمفتي الشهر، المهم تحدثت معاه. فاش حدثت معاه المهم قلت له شنو وقع لي وشنو وقع لي، قال لي هاك الاستدعاء ديها له. ديت له الاستدعاء. فاش ديت له عند المستعيد، المهم فاش حددنا الوقت اللي غادي نتقابلوا عند مفتي الشهر، تنوجد بان الشخص اللي جاب بلاصتو هي مساعده، يعني مساعده معنا في العمل. المهم عيطت له المفتي الشغل في التليفون، بدا تيوري القوانين وشي حوايج ديال سميتو اللي خصو. المهم بدا تيقول له انا نعطيها اي مبالغ ماليه بغاتها نعطيها لها، انا ما بغيتش المبالغ الماليه، انا بغيت الرد الاعتبار ديالي. هذاك الطرد التعسفي يعني ما جاش في وقته، يعني ما صافي. وانا نقول لمفتي الشغل انا اللي ندخل المحكمه، ودخلت المحكمه وعندي المحاضر ديال المحكمه. هو اصلا دخلني للخدمه ديالو على حسب ما قريت انا حد الان، انه دخلني باش نصوت باش نجي مع الرغبات ديالو ديال الصوت. عبد الله رايق مستشار جامعة المشروع الصينية. غادي والله على ما اقول شهي في اول اجتماع تكوين المكتب ديال المجلس، ما كانت لا أغلبية ولا معارضة، كنا ب 13 عن حسن نية 13 صوتنا على الرئيس، ولكن الرئيس كانت عنده نية مبيتة. نية مبيتة اشنية؟ هو كان خصو دائما يضمن الأغلبية. بدا بهاد السيده بهاد البنت هادي، اشنو دار لها؟ راه دخلها باش دخلها تخدم، راه لي غرضين في نفس يعقوب. دخلها تخدم، هي بدات دخلها تخدم وشرط عليها تبقى تقسم مع واحد المستشار اخر ديك الالف درهم اللي تيعطيها القانون، الميثاق الجماعي تيعطيها التعويضات ديالها ديال الالف درهم. دخلها تخدم هنا، عطاها الف درهم من هنا وحيدها 500 درهم من هنا. وهادشي كله لضمان صوتهم بجوج، هي مكتفها في الخدمه عنده، وهو راه مكتفو ب 500 درهم اخرى. مشات الامور عادي، حنا ما فراسناش حتى تقربت الدوره، تنتفاجئوا بان البنت تعطي المستشار الاخر 500 درهم. ملي سقنا الخبر طرحنا لها السؤال، واش هادشي بصح؟ قالت لك بصح. جات ملي جات الدار، جا داك البرنامج ديال العمل، صوتت السيده بالرفض، لا ما عجبهاش داكشي، ما كان حتى حاجه تتم السكان ديال الدائره ديالها. صوتنا نهار 8 في الربعة د العشية، نهار 9 في 8 د العشية كانت مطرودة من العمل. وبالتالي كان لابد نديرو من القانون الواجب. أنا من الإخوة اللي كنت ساندتها، ديتها لهاد مفتي الشغل، حكينا له المشكلة، قالك نعيط للرئيس. أنا قلت له حنا ما تنقلبوش على المسائل، هادشي اللي غيعطيه للرئيس أنا نعطيه له، هاد الفلوس اللي غيعطيها للرئيس حنا نعطيه له. يا ودي باش تنقربوا على الكرامة د البنت، لان قريبة تاخذ الاجازه في اللغه الانجليزيه وتعاملت بهذا المال. والمدير والغريب في الامر هو جابها باش تكون في الريسبسيون، بعد المره كانت تمشي تهز تمشي تسخر في الطبله،
مؤسف هادشي نصيفط انا طالبه عندها مستوى الاجازه نصيفطها تسخر على السياح. مشينا للمفتش ديال الشغل دار الواجب ديالو قال التعويضات ما تعويض قالوا حنا ما خصنا تعويضات حنا خصنا نديو المساله للقضاء وبالتالي تحرر المحضر ديال هذا وديناه للقضاء وديناه للمحامي والمحامي راه غادي يتبع المسطره ديالو.